أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: نحن دعاة في بلادنا خارج المملكة، وكثيرا ما يواجهنا بعض الناس ويقولون أن أقسام التوحيد إلى 3 أقسام، يقولون التقسيم هذا توقيفي، فما حكم ذلك وما هو الأصل في ذلك؟ هذا التقسيم في القرآن يا أخي، الله هو الذي قسمه في سورة الفاتحة، إنها تتضمن أنواع التوحيد 3: الحمد لله رب العالمين، الله رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه أنواع التوحيد. رب العالمين توحيد الربوبية، لله الله هذا توحيد الألوهية، إياك نعبد هذا توحيد العبادة. وكذلك في آخر القرآن: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب. رب الفلق تستعيذ بالله من هذه الشرور. وفي سورة الناس واضح هذا: قل أعوذ برب الناس، توحيد الربوبية، ملك الناس، إله الناس، هذا ملك الناس هذا توحيد الأسماء والصفات، إله الناس هذا توحيد الإلهية. فنحن ما جئنا بتقسيم من عندنا، ولكنكم لا تفهمون القرآن أنتم، أو أنكم تعاندون وتكابرون هذا الكلام، هذا موجود في القرآن. وكذلك في آية واحدة ذكر الله أنواع التوحيد 3: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض هذا توحيد الربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا هذا توحيد الأسماء والصفات. فأين أبصاركم وعقولكم من القرآن الكريم؟ نعم.